السلام عليكم، كيف حالكم؟ درسنا اليوم ليوم الأربعاء هو اللام القمرية واللام الشمسية، وأهدافنا الأساسية التعرف على اللام القمرية واللام الشمسية وكيفية لفظها وكتابتها، والتمييز بين اللام الشمسية والقمرية، وكتابة كلمات تحوي على لام شمسية ولام قمرية، وحفظ حروف اللام الشمسية وحروف اللام القمرية. نبدأ الآن مع اللام القمرية. هي لام تكتب وتلفظ مثل كلمة القمر، وما يميزها وجود سكون على اللام، وكلمة معلم. هنا معلم، لما نضيف اللام تصبح المعلم. وحروفها واو، ها، ميم، كاف، قاف، فا، عين، غين، خا، حا، جيم، با، ا، اي. واللام الشمسية لام تكتب ولا تلفظ مثل كلمة الشمس. لم ألفظ اللام الشمس، مثل كلمة طيار، عندما نضيفها تصبح الطيار. وحروفها ظ، ط، إض، إص، إش، إس، إل، إر، إز، إد، إذ، إت، إن، إث. وما يميزها وجود الشدة على الحرف الثالث بهذا الشكل. ودمتم بخير.